مرة راح بس. طيب يقول افلح من ذكر الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، وصلى على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا اللي تسولف امرأة كبيرة سن وموجودة الآن حية ترزق انها الحايل، الحين مقيمة في حايل، تقول حنا طول اعماركم من تقول ظهرت على الدنيا ووعيت على الدنيا وريان يبيك. اي ابعد شوي بس، لا لا خلص زي رح يقول تقول وعيت على الدنيا وانا يمكن يوم 6-7 سنين في هالعمر هذا. تقول احنا في شمال من خيبر بدو والعرب واجد، تقول لكن والله جانا مجاعة، جانا قل لا برق ولا حياء، وحللنا قل وضعف وبدت فيها الأمراض. ايه قاموا يدوسون الراي وين نروح وين نروح، قالوا انقسموا فريدزين العرب ذولا، ناس قالوا بنروح صوب العراق هالحين، وناس قالوا لا بنروح صوب الشام. أهل المرة أهل أمها من اللي بيروحون جهة العراق، وأهل الزوج بيروحون للشام. قال لا أي تخالف الرجال وحرمته اللي هو أبوها وأمها، أي غلب الماء على الطحين، راحوا قواها الأبو الرجال، قال لا بلا بتبع عيال عمي، راحوا وشدوا. تقول ما وصلنا محل قال له الخويلد، الخويلد هالحين في الشام أو في طرافة طبعا مو في مدينة الشام نفسها. فتقول يوم جينا المكان هذا لا والله إنه مو بعيد من حال أهلنا اللي شدينا من عندهم، أرضنا اللي شدينا منها حال ما هو بعيد من بعضه، إلا أنه زاد الحمى مليلة يوم وصلنا في ذاك ما عاد بقى من حالنا إلا شاتين وعنز، الباقي كله في الطريق مات، مسافة مي بسيطة والحلال ضعيف. والمهم تقول أراد الله، تقول لا حالتنا عاد قشرا بالحيل بالحيل. تقول يوم وصلنا وجدعنا بيتنا من البعير وطقينا أطنابه، يقول له والله يوم أمي قعدت ما عاد تقوى تقوم، وش العلم حسبنا التعب سفر، أثر التعب مرض وباء. اي تقول صخنة أمي صارت تنسدح، دل أبوي يطردنا يقول ابعدوا لا تقربونها لا تقربونها، عارف وش فيها، يقول أبوي عارف. تقول الأسرة كمهم، تقول أنا واختي أصغر مني، أم 5 سنين 4 سنين، واثنين أخوان أكبر مني، أبو 12 وابو 10، وابوي وامي، وابوي صار يطردنا يقول لا تقربون المره ذي، امكم لا تقربوها. ايام يقول يوم صاح لجماعته ودل ابوي يبكي ويمسح دموعه اذرها ماتت المره. تقول انا واختي والله ما ندري وش الموت ذاك اليوم، اخواني يفهمون اما احنا والله ما نلقى في العلم. اي راحت وصاحت لصاح لجماعته، جو يقولهم 300 وخطرهم شينه خايفين من المرض، والله نخطرهم مهب بالحيش. هالو المرة يقول راحوا وقبروها، عود أبوي ضايق صدره وقعد. عيال عمنا اللي جنبنا اللي شالوا أمنا كلهم طووا بيوتهم وشدوا خايفين من المرض، قالوا هذا تلحقوقك علينا، دفننا مرتك وفي أمان الله، الوجه من الوجه أبيض، راحوا. ايه تقول أبوي يجون أهل ترمبيل، الترمبيل معروف سيارة لوري، ربما منهم تبع شركة تنقيب أو ذاك الوقت. تقول له شافهم قال ما يد أخوي رحون أبوك صح للرجاجيل وقول لهم يجوا يتقهوة، قهواهم مرتين ثلاث وصار بينهم رفقة. يوم جاء ذاك اليوم، يوم عقبها عقب شدة جماعته بأسبوعين ثلاثة، اليوم والله الشاي بنسدح، جاه ما جلم. أيام ما أبطأ، خذ له يجي أسبوع عشرة أيام، اليوم أو مصبحة ولا خاشع اللي هو الأبو لا جثة جثة. دلوا يصيحون العيال والبنيات جو عنده ما يحتي، افهموا البنات ان هذا اللي جمنا جبونا هالحين. اليوم لاح الترمبيل ويروح يركض يعدل الولد عظم ثوبه، تعالوا تعالوا، قالوا هذا معزمنا بيقهوينا، ولا الولد يصيح وش فيك يا ولده بنجي تقهوى، قال لا ما عاد بقهوى، تعالوا قبر أبوي، أبوي مات وأنا ما عندي أحد ما غير هالأربعة أطفال هالحين. فروا الموتر يمه وخذوه لمعام تانكيين ماء وتشطروا بهنا بعيد، واثنين يحفرون واثنين يغسلون، صلوا عليه وقبروا. تقول إخواني معهم واحد منهم، هم راحوا منا وأخوي راح منا، وين راح أنا لا تنشدني، متى السبيل راح
ما أدري هو خايف على أخوانه من الجوع وراح بيدور رزق، المهم أنه ما عاد عود. تقول الثاني أمرح عندنا ليل، والليل الثاني والليلة الثالث مشى بعد. لحت أخوي لا يحاتينا، إحنا صغار. اثنين راحوا، اثنين راحوا، بقينا أنا وأختي في البر، أم 7 سنين وأم 5 سنين. تقول عندنا جدر، قدر ماء، ماء حلو. تقول أنا عدها حين عرفت أنه ما عدا ما عدا إلا الله ثم أنا وأختي عندي هالحين. تقول وعيني على المدى لا ينقص، لكن انقضى وين نجيب منه ماء؟ ما حتى الزليب اللي يردونها العرب ما دلها ولا قوى زعب. تقول ومن رحمة الله بي وبأختي أن أمي معلمتني على حياة أمي وشلون حلب. تقول وحلب هالعنز وحت من الشياه ثنتي. تقول ونشرب أنا وأختي ما فيها إلا الفقر، لكن عاد عيشة. تقول عندنا كسرة تمر والله غيره ما يذكر في بيتنا. تقول والماء إلى متنا ضمى، غرفت لأختي في الفنجان وسقيتها وشربت أنا فنجان، هم طبقت القدر لا يقضي الماء. تقول على ذا الحالة، تقول قعدنا يجي له 9 أيام 10 أيام. تقول والله إن ما أمر علي من ثنتين، الوحاشة في الليل وعود ذيابه والله يكرمكم والملائكة والسامعين ومنابح السلاب في الليل، والثاني هالبرد موت، برد برد يقطع القلب. تقول عندنا عدل، العدل وشو؟ مثل هالفرشة، هذا مصنوع من الصوف غزل، هم يصفط ويخاط مع 3 جهات. انجوا في البلاد انحلوا ناموا فيه، دخلوا فيه العيل والصغيرين أدفالهم، وانجوا يشدون حطوا فيه قش هم وغراضهم يشيلون على البعير. تقول بعد رحمة الله عندنا هالعدل، تقول وانا اجر العنز بقرنها وادخلها معي انا واختي ونرقد عن البرد في هالمتاع في هالعدل هذا. اي تقول يوم اخذنا نسمي يوم لا والله ان الشياه اصبحنا ولها رافعتني يد ورجل متنفخه من البرد. من البرد لا، تقول حات شعرها من قله الغذاء، ما فيه رعي، ما فيه ما تاكل. يوم قمنا ولها متنفخه، قلت يقول تقول وجرها انا وخيتي لان جرف ان هنا تقول نجدع فيه. تقول نقعد متقابلين والله انسن شوفتنا شوفت الجن، شوشنا طايره وإن خطوط في ذا من الدموع ليل نهار وحنا بتسي ما تجف دمعة نبت. تقول أنا مير ما أعرف النوم ذا ذالة على روحي على أختي من هالذياب وهم اللي من القوم ما أدري وش بيجينا، وهالبيت متشقق تلعبها الهبايب وبرد غثى. كل يوم جاك اليوم يقولوا وأنا أشوف جوالة غنم هناك. تقول والقط غدفة أمي، شيلت أمي تقول وأنا أرجف على هاك الرفاعة وأدلي لوح 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 هذا هذا علامة عند الأولين إلى لوح تذا لادمي خلاص معناها أنه تعال ترى فيني شيء يبيك والله. وتفر وأنت بكرامة والملائكة والسامعين الحمار وتتبع هالغنم، ولها بنت نم 17 18. جت يوم ناظرت ولا بسم الله الرحمن الرحيم، ها شوف تلسري هذا شيفة هالبنية حالة تقشرة، ولها بسم الله الرحمن لو عيونها مطبقة، عيونها مطبقة من قلة الأكل والفيتامينات. هالحين نفهمها إنه قل غذاء ومع كثرة البتسة، هي واختها نفس الشكل وتحاتيهم ولا يدرون وشهم يقولون. أثرها البنت هذه راعية الغنم كردية من الأكراد، بدو النكراد، وتحاتيهم بلهجتها وتهرجوا ما يدرون وش تقول. تقول وين ما قالت أمه وينه؟ قالت ماتت. هذه ما تدري وش ذي تقول وذي ما تدري تقول. قامت حطت يدها في التراب ودفنتها البنية الصغيرة، عرفت أن أمها ميتة. قالت أبوت رجال، قالت مات وتدفن يدها وما فيها أحد. قالت ما في إلا أنا وأختي بس، ود اللي تبتي رحمتهم. وهي تروح قالت البنت القدر قضى ما شربوه، قالت تشر على الزربة معها زربة على الحمار، وهي تاخذ القدر البنت هذه الكبيرة وتروح وتفرغ نص الزربة فيها وتحط القدر ويشربوه، وتقوم وتاخذ هاك الطاسة وتحلب لهم من هاك الشياه طيبة لا بأس فيها ويشربوا، ولا معها خبزة هذا عيشتها، وتقطعها زي ما تقول خذت منها ثلث وعطتهم ثلثين
وتقطع الثلثين بينهم ويعرطون في هذا الميات وياكلوه جوع. خلت الحليب عندهم حلبت لهم ثاني وغطته قالت خلوه لليل. قالت طيب بالإشارة كل شيء بالإشارة. راحت البنت باتر جتهم وعقبه جتهم واللي عقبه جتهم ماشي. يوم جاء عقب أسبوع قالت ما تقعدون هنا يلا امشوا امشوا معي. تقول ما أدري وش تقول بس إني فهمت إنها ضبطنا بيدينا. قلت وش عندي في يد عدنا علمعت كلتهم قالت تعالي. قالت مشي راحت بهم تالي النهار عودت على أهلها ولو بدوي من هالأكراد. إذا راحت ستن على جماعتها وعلى العجز وعلى الحريم اللي في قلوبهم رحمة قالوا جيبيهم. يوم جاب تقول تلقونا هكا خمس العجز يقول كل منا تحضن على صدرها وتحببنا ويمسحونا ورحمونا يبتسون علينا. تقول حنا فينا برد وجوع وخوف ما صدقنا على الله نلقى وادم. تقول يوم جهاك الأقشر ورجال ما هو بسيط اذره عقيد الربع ذولا كلهم أميره جاء يقول يتكلم بالكلام يهوش. تقول فهمت منه انه يقول ولا يقعدون عندنا هذول دوكم عيونهم تقول الشر على عيونه دوكم مرضى ما يقعدون عندنا طردوهم بيمرضونكم يبرضون عيالنا. تهاوشوا يقولوا توقف له بنت الفحل البنت اللي جابتنا. قالت ولا يروحون وين طلعهم في الليل. تقول اللي يفهمها بالإشارة. الحاصل يقولوا ما أصبحنا تقولوا تلقطني أنا وأختي بيدينا ويروح معها أخوها. تقولوا ونمشي نهارنا كله والله ما أدري وين الحين رايحين. حولنا على هكالعرب أثرهم عيال عمنا اللي شدوا من عندنا هي خابرتهم ما هتسرح عرفت إن البر. جت قالت هذولا تبعكم تشرني. ظلوا عليها الحريم قالوا والله الله هذول بنات فلانة وين أمكم يا بناتي. قالوا ماتت وأبوكم قال مات وأخوانكم قال راحوا وخلونا. لا حول ولا قوة إلا بالله ويحضنون هالبنيات. قالت واحدة من البنات رفيجة الأم من الحريم قالت لا ولا عليكم يا بنات أنتم بناتي عندي قعدوا عندي. جاء راجلها الشر ما هو بيقضي. قال هذول مرضى وأنا عجز عن عيالي الله لا يحييهم ولا يبارك فيهم أنا وش أبيهم أنا. قالت خف الله يتمان أمه وأبوه وين يروحون. قال يروحون للشيطان أنا مكلوف. أي تقول أنا أسمع. تقول والله ما مرح ذيك الليل هلا دموعي تطهل عازة على نفسك ونروح. تقول قلتها يا عمة أنا بالسرحة أبي السرحة يعني أبي أسرح بغنمكم. عودت على رجلها قالت البنية تبي السرحة. قال إيه إنسان بالسرحة ترى ما عندي لها إلا خبزة هي وأختها خبزة واحدة وشربت ماء والله ما يذوقون غيرها. قالت تم. تقول وباتر الصبح وأنا سارحت أنا وأختي. تقول مما مر علي عقب يجي ستة أشهر سبعة أشهر تقول عرفت البر اللي حولنا كله واستأنست وصرت عند نفسي عزيزة آكل هالخبزة بتعبي. تقول لقينا هكا طعيس. تقول ندلي أختي تزحلق عليه نلعب طول النهار إذا هفت الشمس والغنم راحت. تقول يوم قلت سدلة والله إن الشمس هافت حول الأذان أدور الغنم ما حولي غنم. تقول أنا عض طرف ثوبي وأطردها على جرتها عليها بعيدة رايحة غادية من الغنم نسيت أختي. تقول لقيت الغنم نص المغرب ضيعت أختي. أعود هي اسمها سعدية وأختها اسمها سعدة. تقول وصيح طول بطني يا سعدة يا سعدة ولا ألقاها إلا حول صلاة العشاء. خدتها تقول أنت حاضن أنا وياها في البر الله أكبر صياح. ضيعت اختي في البر بغيت ابغى انقطع قلب. تقول عودنا على عربنا اللي احنا الحين عندهم. تقول لهم يسلم يقولوا السلام عليكم ورحمه الله صلاه العشاء. يقوم معذبنا قال يا خسيسة العمل يا الرديه ما تقولي لي وينت الى هالحزه. قالت الغنم غدت وضاعت ورحت ودورتها وجبتها ما انقص منها شيء. تقول قال ضاعت مسرحت معها عشان تضيع. تقول له طويل وانا صغيره. تقول ارفع يده قد ما عطاها الله. يقول حول بها على اذني. يقول وام حط الله في الارض والله هذا كتل علمي بالدنيا. تقول يوم قمت لهم يرشوني بماء والاذني وانت بكرامة تسرب دم. تقول اي ما بين الصاحي واللي ما هو بصاحي. تقول مصلي معهم رجال مهم منهم ما زد شفته عندهم. تقول يوم صحيت ولهم يهوشوني يهوش عليه. يلي ما تخاف الله ما في قلبك مروفة ما في قلبك رحمة هذول ضعوف. أعوذ بالله من قال الله يمليك البركة خذها خذها هي وقتها ما بيهم. قال أخذها وتجي عافية.
يقولوا تقولوا ياخذنا هذا من باكر الصبح، انا احاول اختصرها قدر المستطاع. تقولوا نمشي ثلاثة ايام معه رجلي ايه. تقول لين طبنا ديره حضر، والله ما ادري وش هي، بس ان فيها سيارات وفيها محلات وفيها عرب. تقول وعدها كالموتر، قال ابى اروح معك فوق، ابى اركب انا والبنات ذولا، قال ما يخالف بيدفع اجر اجره يعني. وتقول نركب في الموتر، حول بطعمك الموتر عقب تم يوم، ولا احنا عند امه واخته ولاهم في بيت حضر، ما عاد قضينا من البداوه هالحين. تقول هلا ورحبوا وفرحوبه، وش ذا البنات؟ قالوا هذول بنات فلان، هو من عيال عمهم بس انهم تحضر ما عاد لف الشديد. قال هذا بنات ولد عمنا ويتمان. قالوا زين سويت اللي جبتهم. تقولوا نستانس ونعيش، وتقولوا تحضن امه جعلها في الجنه، تقول والله ما تنومنا الا على يديها انا واختي. تقولوا نستانس كم من سنه استانسنا. تقول حسب الدنيا غدت خضره وتونس، لا عاد به برد ولا عاد به جوع، وجاب الله لنا ام واخو سبير واخته بعد جذعها اكبر منا ام 14. استانسنا مره. تقول يوم اخذت لي 3 سنين على يوم غدت اختي زرقاء، انا ما ادري وش فيها بس جاها زراق ودلت قبلها طايحه، جابوا لها حريم يعالجون، جابوا لها شيبان، قروا عليها، تسووها ما فات. تقول يوم اصبحت ذاك الصبح ولا هم يتباتسون ولا النعش يقرقع حطوه، توفت اخيتها. تقول عاد يروح، تقول روحي اللي ترقى وتنزل اختي ذي، ما اعرف في الدنيا الا هي تلهلي. تقول انا اضبط العلم هالحين ما عدني بصغير، كنا هم 10 11. تقول وشيل اختي على النعش، قلت ماتت. تقول يقذبوني الحريم، تقول وانا تفلت منهم. تقول ويقفون بها على قولة الشاعر يوم يقول أقف النعش ما توحي إلا صريره ولا عود إلا مفرش العذب واغطاه. تقول وأنا ألحقه أختي 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 أختي، يقولها قالها كالشائب يا ربي حطوها، حطوا الميتة خلوا أختها تسلم عليها خاف والله. تقول يحطونها ويصدون كل واحد في جهة يبتسي مع جهة. تقول وأنا حضنها وحضنها وبتسي عليها، خدت عليها شوي ما عاد الموت موت ما من فوت. تقول يفهقوني عنها ويروحون بها. ها تقول بعد اخذنا ايام والله ما عاد، يمكن اخذنا يمكن 6 اشهر سنه، العجوز عجوز الشكوى لله توفت. من باقي في البيت؟ باقي سعوديه، باقي سعوديه واللي كفلهم الرجال واخته، مر اختهم تملكه. تقول انا فرحانه ان بها العرس، بشوف عرس. تقول حطوا عرس وانا قاعد معهم تلفت ما ادري وش السالفه. قلت تقول الحريم يحتسون بيناتهم، جو جت واحده منهم قعدت جنبي، قالت يا سعديه انت وين بتروحين؟ قالت وين بروح؟ بروح لبيتنا. قالت هي بس فلانه بتعرس الليله. قالت انا خابت ولا عرست الله يوفقها. قالت هي انت بتروح تمرحين انت وفلان؟ قالت هي اخوي. قالت لا مو بخوت، هذا اجنبي وانت مره الحين. قالت وش اسوي؟ قالت اخذيه. ولا هي يمكنها ام 12 وذاك عمره فوق 45، هذاك قد عرس وجاه عيال وماتوا عياله ومرته. من اول الامراض واجد ترى، ولا فيه طب، فالانسان ممكن يموت بزايده زايده بسيطه او اقل من ذلك يموت. ليش؟ لان ما فيه دواء ولا فيه علاج، فسخن ومات سخن ومات عادي. فنحمد الله ونشكره على النعمة اللي حان فيها. أيوة. تقول وصيح ولا أخذه، شلون أخذ أخوي؟ هنا بنت تأخذ أخوها. المهم قالوا ما يجوز تنومين معه في البيت، افهمي. تقول قال درى أني أصيح عند الحريم، قال يا الربع خلوا سعدية تجي أبحاتيها. تقول وأظهر عند الباب، قلت هلا يا أخوي سم. قال يا خيتي أنا داري وش في خاطرك، لكن هم صادقين. أنت بيقولوا تستبينه؟ وقول إيه، وبيكتب مطوع كتاب وروحي معي ورقة الحادث وانا لحالي بس. قالت تب. تقول وياخذني، والله اني ما اخذتن في بيتها 4 سنين ما طق جلدي جلده، وقهويه واصلح الغداء واصلح العشاء واصلح كلش، ولكن ما تنه الا اخوي. تقول عقب 4 سنين غدت مره الحين، قال يا سعديه انا رجال وابي لي مره وابي لي ذريه، انت وانا اخوك تبيني؟ حطيت لك عرس وانت مرتي
بس نبي نحط عرس. ما تبين خليتت واخذت لي حرمه وقعدي عندي لين الله يرزقت. قالت لا والله ابيك. تقول سبحان الله العظيم يحطون لها كالعريس وياخذ شوف فرق السن وكفلها الله بهالرجل وما شاء الله لا اله الا الله تملى بيته عيله هالحين كلهم موجودين حتى العجوز هذه الحين غدت عجوز والتسعين من عمرها لكنها طيبه وحيه ترزق الان في حايه. فالله ما يخلق خلقه ويضيعه واحمد الله وشكروه على النعم اللي انتم فيها وسلامتك. اللهم لك الحمد لك الشكر يا ربي لك الحمد. الله يرزقنا شكرا امين. اللهم لك الحمد.